الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، في متصلة اتصلت بالشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، بتقول له أنا بجهز بنتي من 4 سنين وجبت لها بعض الأشياء كده، مثلا التلاجة، الغسالة، الأشياء دي. طبعا من 4 سنين كانت أسعار معينة، دلوقتي الأسعار زادت أضعاف. فدلوقتي تقول لي يا شيخ، لما أجي أكتب القايمة بتاع البنت دي، هل أكتب الأسعار بتاع النهاردة ولا الأسعار بتاع اللي أنا جبت بيها من 4 سنين؟ فالشيخ مصطفى العدوي حفظه الله قال لي اكتبي الاسعار اللي انت عايزاها، اكتبي الاسعار اللي انت عايزاها، سواء اللي فاتت او الاسعار دلوقتي. وهو حر، وهو ايه، هو حر. والله عايز يوافق على الاسعار دي ماشي، ما يوافقش خلاص، هو الامر اليه، انت تكتب اللي هو انت عايزاه وهو بالخيار. ان اراد ان يعني يمضي على القائمه باسعار اليوم فله ذلك، وان لم يرد فله ذلك، لان ما عندناش دليل لا من القرآن ولا من السنة. لا، الأمر راجع إلى اختيار الزوج. زي برضو موضوع المهور والحاجات دي، افترضنا مثلا نية أنا عايزة والله وليكن 100 جرام ذهب مثلا، وعايزة كذا وعايزة كذا وعايزة كذا، اللي هم اللي هي الزوجة أو ولي أمرها، وهو وافق خلاص براحته، ما وافقش برضه خلاص الموضوع براحته. فهي الدنيا مش الدنيا ماشية كده، الدنيا ماشية كده، ما عندناش لا آية تمنع ولا حديث يمنع ولا آية توافق ولا حديث يمنع. عايز توافق إيه؟ تكتب الأسعار اللي عايزها تكتبها، وهو بالخيار، يوافق براحته، ما يوافقش براحته، والله أعلى وأعلم.